فرح ونضال مشاهدينا. استقال بوتفليقة فأقر الشغور الرئاسي، لكن بعد ذلك بعث الرئيس السابق الجزائري برسالة إلى الشعب يطالبه بالمغفرة والعفو. هل لهذه الرسالة أي مغزى، خصوصا وأن التساؤلات تكثر الآن حول المرحلة المقبلة؟ هل يديرها الجيش وحيدا أم يترك المجال لأطراف أخرى؟ أهلا بكم. استيقظ الجزائريون على حقبة جديدة بعد رحيل عبد العزيز بوتفليقة، الرجل الذي حكم البلاد 20 عاما، ويتوقع أن يتولى عبد القادر بن صالح البالغ من العمر 77 عاما الرئاسة مؤقتا في انتظار انتخابات رئاسية. لكن ذلك ربما يزيد من غضب المحتجين الذين يطالبون بالإطاحة بنخبة سياسية يرونها فاسدة. ويخشى المتظاهرون من أن العديد من المتصدرين المشهد الآن ممن سيكون لهم دور في عملية الانتقال السياسي هم جزء من النخبة غير الموثوقة. ومن المقرر تنظيم تظاهرات جديدة يوم الجمعة المقبل، بيد أن الحركة الاحتجاجية ليس لديها بديل متفق عليه للنظام السياسي الحالي. ما طبيعة المرحلة القادمة، وما موقف الجيش وحاشية بوتفليقة، وما حجم التحديات التي تواجه الجزائريين للوصول إلى بر الأمان؟ أسئلة نطرحها على ضيوفنا، لكن بعد التقرير التالي. الجزائر دون بوتفليقة واقع لم يهضمه الجزائريون بعد. الرئيس المستقيل عمر 20 عاما في الحكم، لكن ما تبقى من مؤسسات الدولة بدأت فعلا إجراءات استخلافه برئيس مؤقت. المجلس الدستوري يجتمع، يرسم الاستقالة ويخطر البرلمان بشغور منصب الرئاسة. البرلمان بدوره سيجتمع لبدء إجراءات تنصيب رئيس الغرفة العليا رئيسا مؤقتا للبلاد. خطوات دستورية وقانونية بحتة، إجراءات بسيطة هكذا تبدو، لكن بين نصوص الدستور وتعقيدات الواقع تضيع تفاصيل كثيرة. رئيس بصلاحية محدودة بين فكي كماشة، شارع متحرك وجيش يستشرف يراقب، ومن حين لآخر قد يتحرك أيضا ناصحا أو حاميا ضامنا. فالفساد في البلاد عميق بحجم جبال على حد توصيف بعضهم، والفاسدون تسللوا إلى مفاصل الدولة ببرلمانها وقضائها، سكنوا هرمها على مدى 20 سنة الماضية. عصابة، يقول قائد الجيش. الخوف كل الخوف أن يفخخوا المرحلة الانتقالية. سكت الجيش عن الفاسدين كل هذه السنوات، انتظر حتى تحرك الشارع ثم انفجر غضبا وصفهم بالعصابة. تحالف من محيط الرئيس المستقيل ورجال المال والأعمال وضباط طردهم بوتفليقة نفسه من الجيش والمخابرات. هؤلاء هم الدولة العميقة. قائد الجيش يتعهد بأنه سيحمي الشعب من مؤامراتهم. سريعا تحرك القضاء، عقدت المحاكمات، البداية مع علي حداد المقرب من شقيق الرئيس المستقيل. في جناح الظلام مثل أمام محكمة بالعاصمة وقضى صباحه الأول في أحد سجونها. في ظرف أسابيع معدودة حرر الحراك الشعبي الجميع قضاء وعسكرا وأحزابا. تشكيلات سياسية معارضة كثيرة باركت الحراك الشعبي منذ بدايته، وفي الأيام الأخيرة باتت تكثر من الثناء على الجيش وقائده. بياناتها باتت تشبه قصائد مدح، يقول منتقدون. هي إذن معالم المرحلة المقبلة في الجزائر. الشارع يطالب بإبعاد كل الوجوه القديمة في النظام. الجيش يحاول الاستجابة ضمن أطر يقول إنها دستورية، والأحزاب منقسمة بين مبارك للعسكر وأخرى للشارع. صابر أيوب، العربي، الجزائر. أنا سعيد بهذه الاستقالة، وإن شاء الله اللي جاي خير. وشنو لازم يتحاسبوا؟ اللي سرقوا العصابة لازم يتحاسبوا، وكما يقولوا جاي صالح نصار به، يعني كان قوي وكان خفنا وقلنا بالك راح يدوروا عليه، مي وقف مع الشعب. نتمنى الاستقالة هذه تاع بوتفليقة يعني تبدأ من القاعدة، من القاعدة الاستقالات يبدأوا من القاعدة، باسكو الحقرة لي زالجيريا هادو اللي خرجوا 24 مليون خرجوا من القاعدة،
من البلدية للولاية، كل الرشوة راهي منتشرة من البلدية تبدأ من القاعدة. إن شاء الله تكون الحالة مليحة إن شاء الله بربي إن شاء الله. لا غالب هو راه كان مريض وهذيك هي الحق وقته، لا غالب الناس قاعد تموت قاعد تروح هذيك هي، احنا ماذا بينا تسقم حالها ان شاء الله. لازم نخدموا اكثر من الهضره واكثر من العياط واكثر كذا، درك وصلنا لمرادنا لازم نخدموا. مام لونطوراج تاعو يروحوا ما نسحقوهمش، يجوا لونطوراج يجوا يديروا حد اخر، تولي لبلادنا خدمه السكنه الريح ما يقيسناش. وينضم إلينا من الجزائر الدكتور حسام حمزة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، أهلا بك. يعني طبعا ارتفعت الأمال بعد استقالة بوتفليقة، ولكن أيضا زادت المخاوف، خصوصا وأن الرجلين عبد القادر بن صالح وقايد صالح كلاهما من الشخصيات التي يرفض الحراك وجودهما، فكيف هما من سيقودان المرحلة الانتقالية الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال هذه الجزئية تحتاج إلى تفصيل نوعا ما. على كل حال أن نختزل في اعتقادي المؤسسة العسكرية كلها في شخص قائد الأركان، فهذا فيه نوع من يعني عدم الدقة، لأنه في الأخير من الذي وقف في صف الحراك هو المؤسسة العسكرية بصفة عامة وليس فقط قائد الأركان. المؤسسة العسكرية برمتها هي التي دعمت قوة الحراك وهي التي أعطت قوة ودفعا أكبر للحراك. الآن هل سيستمر في المرحلة الانتقالية؟ المؤسسة العسكرية فقط دورها هو دور مرافق، ونتمنى أن يبقى هو المرافق، أن يتوقف في حدود المرافقة ولا نذهب نحو سيطرة أو استيلاء لهذه المؤسسة على الحراك الشعبي وثورة الشعب الجزائري. أما بالنسبة لبن صالح رئيس المجلس الأمة فالأمر مختلف. لماذا؟ لأنه هو الذي سيكون في الصورة وهو الذي سيكون رئيسا للدولة بمجرد أن يعني يشرع في تطبيق نص المادة 102 التي بدأنا في تطبيقه يعني في تطبيقها منذ صبيحة اليوم. إذن الأمر مختلف بين الشخصين. بن صالح رئيس مجلس الأمة سيكون في الصورة وهو مرفوض بالأساس لأن لديه انتماء حزبي في السابق، ولأنه أيضا من الوجوه التي عمرت والتي مل منها أيضا الشعب الجزائري في السنوات الماضية. سنه أيضا سنه متقدم. أما فيما يتعلق بأحمد قايد صالح، طبعا هناك نوع من الرفض له أيضا كشخص، ولكن في الأخير هو لن يكون في الصورة كما سيكون مثل ما هو الأمر بالنسبة لرئيس مجلس الأمة. طيب بالنسبة لعبد القادر بن صالح، يعني الحراك يرفضه وهناك تظاهرات يوم الجمعة المقبلة، قد يكون هذا أحد الشعارات البارزة في هذا الحراك. هل هناك إمكانية ورغم يعني تفعيل المادة 102 الآن أن يتم تحييد عبد القادر بن صالح وإيجاد شخصية بديلة تقود المرحلة الانتقالية، سواء تقود هيئة الرئاسة أم يعني المجلس الآن؟ هو يمكن من الناحية القانونية يمكن لعبد القادر بن صالح طبعا استجابة للمطالب السياسية، وهو أكيد يعلم بأنه أصبح مرفوضا، يعني مثله مثل بقية الوجوه التي يعني ألفها الشعب الجزائري أصبح مرفوضا، وبالتالي لا داعي لأن نذهب نحو الانسداد ونحو يعني نحو يعني نحن نقول تعفين الوضع أكثر. فليستقل، يمكنه أن يقدم استقالته لأعضاء المجلس الأمة وبيخطئهم أيضا في جلسة علنية، ووفقا أيضا للقانون الداخلي لمجلس الأمة وهو الغرفة العليا في البرلمان الجزائري بإمكانهم أن يرشحوا شخصا جديدا من بين السيناتورات الموجودين لترأس مجلس الأمة، وهو أيضا سيكون رئيسا للدولة في المرحلة القادمة. هل تعتقد أن هذا يعني يمكن أن يكون الاتجاه في المرحلة المقبلة، يعني تحييد عبد القادر بن صالح لتخفيف أي صدامات مقبلة ومباشرة فعليا بالمسار الانتقالي؟ عندما نقرأ المستقبل أو نقرأ على الأقل المرحلة القادمة يجب أن نستند إلى مؤشرات أو على الأقل سلوك السلطة في الأيام والأسابيع الماضية، كيف استجابت إلى مطالب الحراك. سنلاحظ بأن هناك استجابة تدرجية أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن، يعني استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والذهاب نحو تطبيق نص المادة 102. الآن أيضا إذا طبقنا نفس المنطق سنقول بأنه يمكن ومحتمل جدا أن يستقيل عبد القادر بن صالح.
صالح من رئاسة مجلس الأمة، استجابة أيضا لمطالب الحراك ولجعل الشارع مستقرا أكثر، يعني ونواصل في مسار التغيير الذي شرعنا فيه. إذن هذا احتمال وارد. طيب ينضم إلينا الآن سيد حمزة، ينضم إلينا من الجزائر عبد الرزاق مقري رئيس حزب حركة مجتمع السلم عبر الهاتف، أهلا بك. يعني سيد مقري، قبل أن نواصل التحليل في المرحلة المقبلة، لفت اليوم الرسالة التي بعث بها بوتفليقة إلى الشعب الجزائري، رسالة وداع، لكن هي أيضا فيها يعني الكثير من الصفح، طلب الصفح والعفو والمغفرة. وكنت قلت بعد استقالته بأن الصور يعني التي بثت عبر القناة الجزائرية تدل على أن بوتفليقة كان مسؤولا عن الإجراءات المنسوبة إليه، وأنه كان يقاوم ويسير الأمور، وأن ختم الرئاسة كان بحوزته وهو مسؤول عن كل الأحداث. إذن برأيك مغزى هذه الرسالة، هل هو يعني تجنب المخاوف من المرحلة المقبلة القانونية التي يمكن أن تلاحقه؟ تحية طيبة لك إليك ولمتابعي القناة، السلام عليكم ورحمة الله. هو في الحقيقة الرئيس لا شك أنه مسؤول، هو وشقيقه وكل من كان معه، ولكن لا أتصور بأن يوجد خطر على رئيس الجمهورية. أعتقد بأن العلاقة التي بينه وبين قائد أركان القديمة والعميقة، والتي في الحقيقة يعني لم تنقطع إلا حينما تحملت المؤسسة العسكرية مسؤوليتها في استجابة للحراك الشعبي وطالبت بتحريك المادة 102، يعني لا أتصور أن هذه العلاقة العميقة والقديمة يعني تؤدي إلى محاسبة الرئيس. كذلك إلى حد هذه اللحظة، لم نسمع يعني شيء أو مؤشرات تدل على ذلك. أعتقد أنه أراد أن يستدرك ما فاته، كان به الإمكان أن يخرج من الباب العالي وأن يخرج خروجا مشرفا لو استجاب للحراك منذ 22 فبراير، كان يعني قد خرج من الباب العالي، ولكن للأسف الشديد مقاومته جعلته يخرج يعني بهذه الطريقة التي في الحقيقة ربما لم يكن يتوقعها. فهو بهذه الرسالة أراد أن يستدرك يعني بطلب الصفح من الجزائريين. أوكي. سيد مقري، كنت من الأشخاص الذين لهم محاذير على تفعيل المادة 102، ومن الذين كانوا يطالبون بضمانات، ولكن هناك رأي يقول بأن الجيش حينما تحدث عن هذه النقطة وضع خطوطا حمر لا يعتقدون بأنه سيتجاوزها. هل تخشى من تجاوز هذه الخطوط، وما سيكون برأيك الدافع الذي سيحفزهم على ذلك؟ الحقيقة لم أسمع السؤال جيدا، كان وقع انقطاع. لو تتكرمين كنت أسألك سيد مقري عن يعني المخاوف التي كانت لديك سابقا فيما يتعلق بتفعيل المادة 102 والضمانات المربوطة بها، ولكن هناك رأي مقابل يعتبر أن الجيش وضع لنفسه خطوطا حمر لن يتجاوزها. هل برأيك فعلا سيحافظ على يعني بقائه ضمن هذه الخطوط، أم سيكون هناك تغيرات في الأرض تخيفه وقد تحفزه على تجاوزها؟ في الحقيقة حينما طلبت المؤسسة العسكرية بتفعيل المادة 102، نحن كنا حددنا 3 محددات أساسية. المحدد الأول هو أن المؤسسة العسكرية تكتفي بمرافقة الانتقال السياسي، وأن لا تتدخل سواء بشكل مباشر يعني في العملية السياسية، أو أن تعود لمرحلة ما قبل بوتفليقة حيث كانت المؤسسة العسكرية هي التي تصنع الرؤساء، فلا يجب أن نعود إلى هذا، بل يجب أن تكتفي المؤسسة العسكرية بالمرافقة الانتقال الديمقراطية التي تتجسد فيها الإرادة الشعبية. الملاحظة الثانية وهو أن المادة 102 لا تكفي، وأن التطمينات التي قدمتها المؤسسة العسكرية بكذلك ضمان تفعيل المادة 7 و8، هاتان المادتان تتطلبان إجراءات سياسية ربما لا تستوعبها ولا تسعها المادة 102.
لانها ثاني ماده تتطلب حقيقه يعني تحاور وتوافق من اجل تجسيد المطالب الشعبيه، خاصه الهيئه الوطنيه المستقله لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات ورفع الحظر عن الاحزاب السياسيه والجمعيات وما يتعلق كذلك بتحرير القضاء الذي كان له دور اساسي في التزوير الانتخابي في مراحل سابقه. هذا يتطلب حوار والبحث عن مخارج. خرائط طريق كثيره تقترح من طرف السياسيين، من طرف الأحزاب، من طرف الشخصيات، فالحوار والنقاش يمكن أن يوصلنا إلى إيجاد الحل الذي نستدرك به ما لا تسعه المدنيون. إذن يعني طبعا سنستكمل هذه النقطة، ولكن أريد أن نتحول إلى ضيف معنا من هناك، أستاذ علم الاجتماع إدريس نوري، أهلا بك. أيضا هناك كلام عن موضوع الحكومة الآن، وهي حكومة تصريف أعمال، ولكن يبدو أنها في اتجاه اتخاذ قرارات لتوسيع هامش الحريات سواء فيما يتعلق بالإعلام أو حتى يعني الحكومة ستنظر بالملفات للأحزاب التي تقدمت يعني بإنشاء أحزاب، ستدرس هذه الملفات. ولكن هل هذا له أي معنى وتأثير على الشارع، يعني تقديم هذه التنازلات، أم أنه باستقالة بوتفليقة تلقائيا يجب أن تسقط مع هذه الحكومة التي كان الشارع يطالب يعني برحيلها؟ بالنسبة للشارع كان في منذ جمعة 22 التي جاءت بعد تنصيب هذه الحكومة على عجالة، الشارع قال كلمته برفض بدوي وبرفض حكومته وبرفض كل ما جاء على هذه الرئاسة من قرارات. ولكن قانونيا ليس هنالك بوتفليقة، وقبل أن يذهب وضعنا في فخ وفي وضع حرج قانونيا، وهو أنه لا يمكن الآن تشكيل حكومة أخرى تكون قانونية على الأقل بما هو موجود من قوانين، لأنه بعد استقالة الرئيس أو بعد شهور المنصب ليس هنالك أي سلطة قادرة على تشكيل حكومة. أعتقد أن هناك اتفاق مسبق على تشكيل هذه الحكومة قبل ذهاب الرئيس، وربما هي من سيتولى تسيير هذه المرحلة، لأنه لم يأتي على لسان من شكل هذه الحكومة أنها حكومة تصريف أعمال فقط. أشير إلى أن هذه حكومة شكلها الرئيس بدون أي تلميح أو إشارة على أنها سوف تستقيل في غضون أيام. ربما ضغط الشارع سوف يدفع بمن لديهم السلطة بين أيديهم إلى اللجوء إلى قرارات سياسية خارج الدستور أو ضمن روح الدستور في إطار المادة 7 و8، سواء إلى تشكيل حكومة أخرى أو على الأقل تغيير رئيسها، أو ربما أو في الأرجح أن حكومة بدوي هي من سيتكفل بتسيير هذه المرحلة، لأنها الملجأ الدستوري الوحيد المتوفر حاليا. دكتور حمزة، هل برأيك هذه المحاولات لتوسيع هامش الحريات الآن للإعلام وللناشطين السياسيين وللأحزاب من شأنه أن يضيف تلاوين إضافية للمعارضة وللحراك، وبالتالي قد يعني تصبح أكثر قدرة على بلورة بديل سياسي كانت تفقده في الفترات السابقة؟ أكيد. لماذا؟ لأن المشكل الذي حصل في الأسابيع الماضية هو أن الحراك الشعبي لم يجد حقيقة ممثلا يتكلم باسمه أو يعبر عن مطالبه بطريقة مشروعة، وهو الحراك نفسه رفض كل التشكيلات والفسيفساء السياسية التي كانت موجودة في الجزائر في السابق، وبالتالي كنا أمام معضلة أن هذا الحراك يجب أن يعبر عن مطالبه بطريقة أكثر دقة أو أكثر بطريقة سياسية أكثر قانونية أكثر، يعني في شكل برامج، في شكل يعني برامج واضحة، وفي الوقت نفسه يرفض كل من يمثله. الآن عندما نفسح المجال لتكوين
تشكيلات سياسية جديدة يعني، وخاصة أحزاب سياسية جديدة. بكل تأكيد أنه بعد عودة التسيس لدى الشعب الجزائري، فإن الكثير، أنا أعتقد بأن الكثير من الشباب سيلجؤون إلى يعني يعمدون إلى تكوين وتأطير أنفسهم في أحزاب سياسية جديدة يشكلون بها قوة ضغط في المستقبل، وفي الوقت نفسه يعبرون بها عن مطالب الحراك وعن مطالب فئة الشباب في هذه المرحلة. إذن أنا أعتقد بأن هذه الإجراءات جاءت مناسبة في الوقت الراهن وتخدم مطالب الحراك الشعبي، وخاصة مطالب الشباب الذين بدأوا في الحقيقة في تكوين بعض التنظيمات وبعض الحركات السياسية في الجزائر. سيد مقري، يعني ذكرت مسألة الحوار، ولكن قبل الحوار مع الأطراف الأخرى سواء التي تمثل النظام أم التي تمثل المؤسسة العسكرية، هل المعارضة قادرة أو تريد الآن لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية أن تتجاوز أيضا اختلافاتها وتبايناتها الأيديولوجية وغيرها، وأن توحد الموقف أقله للانتقال بشكل سلس وديمقراطي ومدني للمرحلة الجديدة؟ أولا حق لي أن أصحح يعني مسألة يعني البعض يكررها كثيرا وهي لا أساس لها من الصحة، بأن الحراك يعني يرفض الأحزاب. بالنسبة لحركة مجتمع السلم هي موجودة في الحراك من اليوم الأول، يعني سواء برئيسها يوم 28 في فبراير أو بكل هياكلها وكل مناضلها في كل الولايات والعديد منهم يعني في قلب هذا الحراك يعني، ولكن بصفتهم كمواطنين لأن الجميع يدرك بأن الحراك سينجح حينما يبقى شعبيا، حينما لا يصنف، حينما لا يتحدث باسمه أي حزب سياسي ولا أي تيار من التيارات السياسية والإيديولوجية، وهذا الذي أعطاه قوته. ونحن في حركة مجتمع السن هذه توصياتنا لكل المناضلين، ولكن نحن موجودون كمواطنين بقوة كبيرة والجميع يعلم ذلك. طيب، ولكن سيد مقري، إن كان هناك أي طاولة حوار يجب أن يجلس عليها ممثلون، طبعا الأحزاب ستكون موجودة، وهنا سؤال عن فكرة التنسيق فيما بين هذه الأحزاب على اختلاف اختلافاتها. هنا مغزى السؤال. الأحزاب الأحزاب هي في حوار يعني لم يتوقف سواء بشكل ثنائي أو بشكل جماعي، ورؤاها متقاربة جدا، يعني لا توجد فروقات بين مختلف الرؤى المقترحة. يعني الجميع يتحدث بأن المادة 102 يمكن أن تكون إطارا دستوريا للحل، ولكن لا بد من إجراءات سياسية أخرى مرافقة للمادة 102، وأن المادة 7 و8 تتطلبان إجراءات سياسية عملية لتجسيدها. فالجميع متفق يعني، خاصة فيما يتعلق بالهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات. ونحن في حركة مجتمع السن في رؤيتنا ربما تفردنا بأن نقترح ونلح على السماح بتأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار حتى يستطيع الشباب ويستطيع القوى الجديدة في هذه الحركة أن تنظم نفسها، لأن بكل صراحة ديمقراطية هو أن يستطيع أي أحد أن يشارك في هذا العمل. وفي آخر المطاف الإرادة الشعبية تتجسد، والخارطة السياسية ستتضح بشكل جلي حينما تكون الانتخابات حرة ونزيهة، وسيكون ذلك في مصلحة الجميع. لا يجب الآن أن نعطي أحكام مسبقة لا في هذا الاتجاه ولا في هذا الاتجاه، ولكن نتبع جميعا من أجل الديمقراطية ومن أجل الانتخابات الحرة والنزيهة. وحينما تكون هذه الانتخابات الحرة سيتحدد المشهد، لأن نحن يجب أن نتحاور، يجب أن نقترب من بعضنا البعض لندقق أكثر في خريطة الطريق، وأعتقد بأن سنصل إلى هذا إن شاء الله. طيب، أيضا الحراك يعني كان رفض أي تدخل أجنبي، ولكن هذا لم يمنع أن يكون هناك ردود فعل دولية، منها تحذير موسكو من تدخل أجنبي أيضا في الجزائر ولكن على طريقتها، بينما قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الأمر متروك للجزائريين لاتخاذ الخطوات التالية. وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أعرب عن أمله في أن يواصل الجزائريون هذا التحول الديمقراطي بروح الهدوء نفسها والمسؤولية نفسها. المزيد في التقرير هذا. سماء العاصمة الجزائرية أضاءتها احتفالات الفرح باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. 20 عاما في الحكم طواها الجزائريون، وباتت الأنظار الآن تتجه صوب المرحلة المقبلة.
الفترة الانتقالية هي ما تثير القلق وتبقي الشارع في حراك لا يهدأ لا في الليل ولا في النهار، مرحلة تحظى أيضا باهتمام دول تربطها بأكبر دولة إفريقية علاقات اقتصادية وتعاون في مجالات عدة. الولايات المتحدة كانت أول المعلقين على الاستقالة. بالنسبة للولايات المتحدة هناك تساؤلات بشأن المرحلة الانتقالية، وهذا يعود للجزائريين للتقرير بشأنها. عدا عن ذلك ليس لدينا ما نقوله في الوقت الراهن. موسكو التي ربما قرأت بين سطور الموقف الأمريكي حذرت من التدخل الأجنبي في الجزائر، لا تخفي قلقها بشأن عقود من التحالف السياسي والشراكة الاقتصادية مع أغنى دولة أفريقية. المرحلة المقبلة تثير أيضا قلق فرنسا، الدولة المستعمرة سابقا والشريك التجاري. نفوذها بالجزائر مهدد بغموض المرحلة الانتقالية، وهي التي تعرضت لانتقادات بسبب دعمها لبوتفليقة. وفي السودان حيث الاحتجاجات مستمرة ضد نظام عمر البشير، لقيت استقالة بوتفليقة ترحيبا بين منظمي المظاهرات. تجمع المهنيين السودانيين رأى فيها انتصارا للمقاومة السلمية التي أسقطت حكم بوتفليقة، والتي ربما تنجح في كسر دائرة الولاءات حول الرئيس البشير لتضع نهاية لثلاثة عقود من حكمه. دكتور حمزة، كثيرون يعتبرون بأن ردود الفعل الدولية هذه صداها يعني ليس إيجابيا في الشارع الجزائري، ولكن في موازاة ذلك هناك من يعتبر أن حتى مؤسسة الجيش على وطنيتها واستقلاليتها يصعب تخيل أنها تدير المرحلة هذه من دون يعني تنسيق مع دول الجوار أقله. هو في اعتقادي الرسائل خاصة من القوى الكبرى عندما تحدث عن روسيا أو عن الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى فرنسا هي في الحقيقة موجهة لبعضها البعض وليست موجهة للشعب الجزائري بالدرجة الأولى. يعني هي موجهة لبعضها البعض. لماذا؟ لأننا نعرف أنه متى حدث تدخل لقوة من هذه القوى في مسألة محلية أو داخلية في أي دولة، سواء كان تعلق الأمر بالجزائر أو بغيرها من الدول، فإننا بالتأكيد سنتجه نحو التعفين. لماذا؟ لأننا سنصبح بصدد يعني مواجهة بين هذه القوى على أرض ليست أرضها. إذن هذه الرسائل هي في الأخير موجهة بالدرجة الأولى لهذه الدول بعضها البعض. لماذا؟ لأن في الأخير كل طرف من هذه الأطراف أو كل دولة من هذه الدول لديها من تدعمه داخليا، وتركها يعني هذه الرسائل تقول بأنها تريد ترك المجال وتفسح المجال للجزائريين وللقوى الداخلية لكي تحسم الوضع حتى لا نتجه نحو يعني إخلال باستقرار الجزائر أو حتى تقويض أمنها. إذن طيب، بالدرجة الأولى هذه الرسائل موجهة لهذه القوى بعضها البعض، ثم بدرجة أخرى موجهة للقوى الفاعلة الداخلة. فلنقل بأن حاليا قيادة الجيش بعقيدتها الجديدة وبتكوينها الجديد مختلفة عن قيادة الجيش التي كانت موجودة في التسعينيات والتي كانت موالية لفرنسا. الحاصل حاليا بأن قيادة الجيش بالعكس هي من أشد الأعداء، يعني من أكثر المناهضين للامتداد والنفوذ الفرنسي في الجزائر. وبالتالي فإن هذه المؤسسة وهذه القيادة في تطبيقها لخطتها كانت بحاجة إلى دعم قوة أكبر، وهنا نتحدث أنا هنا أقصد بالدرجة الأولى روسيا، لكي تساعدها على تحييد فرنسا. إذن هذه الرسالة، رسالة روسيا، كانت موجهة لفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ثم موجهة أيضا بدرجة أقل لقيادة الجيش نحو مواصلة الخطة التي كانت مبرمجة منذ البداية. شكرا جزيلا لك دكتور حسام حمزة، أستاذ علوم السياسية في جامعة الجزائر. أيضا أشكر من الصيف سيد إدريس نوري من جامعة الصيف، وأيضا من الجزائر كان معنا عبر الهاتف عبد الرزاق مقري رئيس حزب حركة مجتمع السلم حمص. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.